الحمد لله اليوم كيشهد الجميع تمت الاختبارات الكتابيه، وغدا ان شاء الله غادي تتم الاختبارات التطبيقيه داخل الملعب بحضور الاخوان من الاداره التقنيه الوطنيه وكذلك الاداره التقنيه الجهويه والاخوه اللي كيشتغلوا معنا داخلها، بحضور كذلك المكتب والسيد الرئيس المشكور على هذه المجهودات اللي كيقوم بها. فكما شاف الجميع كل شيء مر في ظروف حسنه، اللي كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الاخوان اللي غادي يجتازوا بنجاح هذه الامتحانات تكون لا ليسونس صيف اقرب وقت ممكن، باش نعاودوا ان شاء الله نجيبوا افواج اخرى من اللاعبين القدامى والابناء ديال هذه المنطقه. الامور غادي في احسن ما يرون، كنظن الاخوان سعد الرزاق ولا الاخ خوبي ولا الاخوان ديال مليك ديال مراكش، الكل قيم الواجب ديالو، جينا لقينا الظروف كانت في احسن حاله. الاحترام ديال الوقت، المسائل ديال حتى الامتحان كيفاش جايزة في ظروف جيده، وهذا المبتغى اللي كتقلب عليه الاداره التقنيه ديال التكوين. كنظن بمساهمه ديال الاخوان اكيد ان الامور غادي تمشي من حسن لاحسن ان شاء الله. هي راح اليوم كانت الاجواء ديال الامتحانات لنين اللوكس ديال عصبه مراكش دارت في ظروف عاديه حسنه، كانوا جميع لي كانديدا كانوا جاوا في الوقت اللازم، حصل لنا الشرف باش نحطوا نكونوا حاضرين لتسليم رخص ب لجوج من اطر المعروفين في مراكش، والحمد لله الى حد الان الكتابي دازت الامور بخير وعلى خير. هذه واحد الفتره ديال التدريب دارت مده اسبوعين، الحمد لله توجدت بعد الاختبار النهائي ان شاء الله اللي كيدوز اليوم في المرحله الكتابيه. الاخوان كيبينوا على واحد المستوى ديالهم في التحضير بالنسبه للمسائل النظريه، اللي كان عندهم تقريبا جوج ديال لي موديل ديال لي كونيسون جينيرال، المعلومات العامه حول الطفل والتكوين ديالو والممارسه ديالو في كره القدم، والمرحله الثانيه هي ديال قوانين كره القدم بالنسبه للفئه العمريه ما بين 6 سنين و 12 سنه. دونك الحمد لله دازت في اجواء ممتازه، كانوا الاخوان مسؤولين شويه، كنبينوا على انهم وجدوا، كانت خداو شويه بالنصائح ديالنا انه كنوجدوا الناحيه النظريه، دابا تندوزو ان شاء الله غدا ان شاء الله الناحيه التطبيقيه في الملعب ان شاء الله، غادي يكونوا الاخوان انتساليين الامتحان ديالهم النظري كيمروا الفرز وتياخذوا كل واحد ياخذ على حساب تيغاج الصوت باش ياخذوا المواضيع اللي غادي يوجدوها غدا ان شاء الله، مطالبين باش ينجزوا واحد حصه تدريبيه كامله، وكيدوزوا للملعب باش يديروا واحد فتره من الموضوع اللي كان عندهم اما تقني اما تكتيكي او فيزيولوجي. دونك الحمد لله كانت تقريبا هذه بالنسبه لعصبه مراكش ثالث تدريب اللي الان دابا تقريبا رابع تدريب تقريبا، والاخوان هذا كان تزايد ديما ديال العدد ديال الممارسين والعدد ديال المدربين اللي كيحضروا لهذا التدريب هذا، وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وكلهم مبينوا على واحد لا فولونتي واحد سافوار فيغ اللي كنتمناو انه يعاونوا هذه العصبه وكاع المنتقى ديال المرة ان شاء الله بالخبره اللي غادي يكتسبوا ان شاء الله في التدريب، وكنتمنى لهم مسيره موفقه في التدريب المقبله ان شاء الله ديال ليسونس سي وليسونس بي. اليوم كانوا الامتحانات ديال لا ليسونس دي، اليوم الاول كانوا الامتحانات الكتابيه، دازوا في اجواء رائعه، هاد لي كونديدا كلهم كانوا مزيانين الحمد لله، خدموا فرحتهم وجاو مؤثرين من مدينه الرباط من لا ديريكسيون تكنيك، السي حسن الورقه والسي مامي السملالي حضروا لهذا اليوم هذا، وعطاو واحد الدعم لهاد لي كونديدا هادو، وتنتمنوا دائما الامتحانات يدوسوا في بحال هاد الاجواء، اجواء اللي كانت الحمد لله تتم في واحد روح اخويه مزيانه. كيف ما لاحظتوا كانت في كانت اجواء جيده، كانت مليئه بالشفافيه، الحمد لله المؤطرين كانوا في المستوى.
ليديكاتور تاع ما كانوا في المستوى كان شويه ديال لا بريسيون سي نورمال حيت الاغلبيه ديال المؤطرين كان يعني كان اول مره كي يعني كيتقدموا لهاد لا ليسونس دي, ولكن على العموم الحمد لله كانت استفاده كبيره من هاد الدبلوم هذا, وخدينا الحمد لله تجارب غتعاوننا على 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 يعني غتعاوننا في المسيره الرياضيه في اطار التدريب ان شاء الله. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش ندوزوا لا ليسونس ان شاء الله بحول الله.